الجزائر تعتزم إطلاق استثمارات أجنبية كبرى جديدة في الزراعات الاستراتيجية في إطار الرواق الأخضر المتضمن تسهيلات للاستثمار الفلاحي في الولايات الجنوبية. وزارة الفلاحة كشفت أن بعض هذه الاستثمارات دخل طور الإنجاز ويسعى للحصول على مساحات إضافية لكي يكتمل. الديوان الوطني للزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية سيعلن عن محافظ استثمارية جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين تتضمن محيطات للاستصلاح عبر مختلف الولايات الجنوبية، كما سيتم طرح مساحات مسترجعة لم يتم استغلالها في المحافظ السابقة. الجزائر تسعى لتحقيق إنتاجية عالية من هذه المستثمرات بعد ملاحظة عدم دخول الكثير من حيز الإنتاج، ما دفع بالوزارة إلى عقد لقاءات وطنية مع المستثمرين للوقوف على المشاكل التي تواجههم. وزارة الفلاحة قامت بمراجعة المسافة المرجعية بين الآبار وتقليصها من 1200 إلى 600 متر، ما من شأنه رفع نسبة المساحة المستغلة فعلياً لكل مستثمرة فلاحية من 50 إلى 65%. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.